أمي. إيه حبيبي؟ الله يوفقك، دعيلي. إيه بدعي لك يا روحي، بس مشان شو بدي أدعي؟ بابا مشان يحبني، هو ما بيحبني. شوف ابني، البابا بحبك كتير يا روحي، بس اليوم هو مريض، لا تزعل منه. يعني قد ما كان هو أبوك بحبك وبداريك مثل عيونه. أمي، اللي حكيته تسنيم مزبوط؟ رجب الكلب عم يرفع السكينة عليكي، بدي دفعه تمن اللي عمله. يا روحي معقول يكون صار هيك شي؟ انت ما بتعرف طبعا لمرت عمك تسنيم؟ وقت تصير قصة بتبالغ وبتكبرها. صحي الزلمة كان حامل سكين، بس كان هدفه يخوفنا، يعني هيك على الكل. انت آخر واحد لازم تخاف من هالشغلات، مو؟ مين بيسترجي يدوس على طرفي وعندي ابني بلال يلي مثل السبع؟ عمي قال لي هيك. مظبوط اللي قاله، أنا وعمك أكثر واحد بنوثق فيه هو أنت يا بلال. صدقيني، إذا حدا أذاكي أنا بقتله بإيدي. أنا ما بقبل من أي حدا يضايقك حتى لو كانت كلمة صغيرة. يا ابني الحلو، أنا واثقة من يلي عم تقوله. ارتاح ولا تفكر بهالشغلات ويلا على أوضتك. بكرة عندك فئة لا تنسى. أنا بدي إياك تدير بالك على دراستك، ويوم بتجيب لي شهادتك لشوفها راح يكون أسعد يوم بحياتي. أعطيني رأيك، أنا ما جاي عبالي روح على المدرسة، خليني معك. اسمعني منيح، إذا عم تتحجج فيي مشان تهرب من المدرسة فهالأمور ما بتمرق علي. تمام أمي، بداون. هيلا عالنوم، يلا تصبح على خير، يخلي لي هالعيون. ألو بلال، أنت فايق ولا أنا فيقتك؟ خير، ليش عم تتصلي بهالوقت؟ والله اتصلت بهالوقت لأفهم منك اليوم شو عملتوا بالمدرسة؟ وبالذات بدرس الرياضيات، الأستاذ عملكم المذاكرة؟ ايه عملها، كلياتنا أخذنا 100، بس أنتي لأنه ما إجيتي حطلك صفر. صفر بالمذاكرة؟ شلون يعني؟ عم بمزح معك، أنا كمان ما رحت اليوم. بلال ليش؟ المدرسة بغيابك ما بدوسها.